واي جون؟ المدام قالت جو اوت عشان نشم فريش اير، هنروح لحد الزاسي يعني مسافه الزاسي وهنرجع على طول. اندرستاند ولا ايه؟ اوكي. شكلك اندر. يلا يلا هنروح زاسي. يلا اهم حاجه ان انتي وفريده ما تظهروش غير لما انا اقول لكم. انا خايفه قوي، خايفه قوي مدام نبيله. ما تخافيش، مش هيقدر يعمل حاجه، احنا طول الوقت هنبقى وسط الحرس. يلا قومي جهزي البنت عشان زمانه جاي. الحقيني مدام نبيله، مش لاقيه فريده ولا الزفت البيبي سيتر. يعني ايه مش لاقيها؟ مش عارفه، مش عارفه. ايوه من القاهره، كنت بوصل الناس وراجع. انت حنين وكريم يا رب. طب خدني بقى للقاهره، الله لا يسيئك. بس البنت دي شكلها مش بنتي. معلش انا هحكي لك كل حاجه، بس ركبني معاك بقى. شكلك غلبانه الكلب. الله يكرمك ويسعدك يا رب. يلا يلا يا فريده، يلا يلا. يا ما انت حنين وكريم يا رب، يا ما انت حنين وكريم يا رب. الله يكرمك ويسعدك ويرضيك يا رب ان شاء الله. ليه لو جه وملقاش فريده ده مفيش حاجه هتوقفه، هيموتني. ما تخافيش، الحرس بيقولوا انهم شافوهم وهم خارجين قبل ما الليل يجي، فريده هتكون رجعت. عندي ميعاد مع مدام نبيله. English, please. I have a meeting with Mrs. Nabila, and she's waiting for me. Just a minute. Hello? Okay. Let him wait outside until I tell you. No! Don't let him enter! He's going to kill me! يلا يا فريدة، اجري يا فريدة، اجري اجري يا فريدة. I've been waiting more than an hour. Can't let you in without permission.
غبي افهم، انا مش عايزه ليلى، كل اللي يهمني البنت الصغيره. نزلوا السلاح، بقول نزلوا السلاح. ليه؟ وانت كمان نزل السلاح عشان نعرف نتكلم بالعقل. عملتي كده ليه؟ انا خلاص عرفت انت مين وبتشتغل ايه. طلقني ليل، طلقني كمان. انت مش وعدتيني انت هتحميني منه وهتخليه يطلقني؟ خليه يطلقني، طلقني. ما طلبتهاش مني ليه؟ عشان تموتني ولا عشان تاخد بنتي مني ومشوفهاش تاني؟ انا كنت هتجنن عليكي، انا دورت عليكي في كل حته. لا، انت كنت بتدور على بنتك بس، عشان انا بالنسبه لك ولا حاجه. انا لو كنت طلبت منك الطلاق كان زمان خلصت مني في ساعتها. كانت الناس صحيت تاني يوم الصبح افتكرت ان انا جات لي وقت قطاياك ولا غرقت بفول. نبيلة قالت لي فهمتني كل حاجه. عايزه مني ايه يا نبيلة؟ مش خلاص قلت لك ان انا طلعت بره اللعبه؟ بالبساطه دي تخرج بره اللعبه بعد ما دمرت حياه ناس كتير؟ دمرت حياتي ولا ناسي؟ طب بصوا بقى، انا مش هخرج من هنا غير وبنتي معايا. وانت طالق يا انجي؟ طالق انت هتستعبط؟ فريدة البيبي ستر خطفتها وانت اللي مسلطها. لو فاكرة ان انا هصدق الهبل ده او هخرج من غير بنتي تبقى بتراهني على موتك وموتها. وده اللي حصل. الزفتة اللي اسمها ليلى دي خدت البنت عشان تلعب معها على البحر وهربت. واكيد انت عارف ليلى. مين ليلى دي؟ ليلى اللي ساكنة في حارة ابو حجاج بتاعت شعبان.